السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. معهد الإدارة العامة بيبا يواصل تقديم محاضراته ضمن برنامج قيادات. هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تدشن خدمة الدعم المالي الحكومية. والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يسلط الضوء على تراث العمارة الطينية في الدول العربية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. قدم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة بعنوان منظومة القيم وصناعة الثقافة المؤسسية لمنتسبي برنامج قيادات، الذي يقدمه المعهد ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. تفاصيل المحاضرة في سياق التقرير التالي. إيمانا منه بأهمية إيجاد منظومة للقيم المؤسسية الموحدة في كافة مؤسسات مملكة البحرين الرسمية، كونها تشكل عاملا أساسيا في رفع كفاءة وجودة العمل في القطاع العام وتحسين مستويات إنتاجية الموظفين بما يرتقي بالمخرجات الحكومية وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين. قدم معهد الإدارة العامة بيبا محاضرة بعنوان منظومة القيم وصناعة الثقافة المؤسسية لمنتسبي برنامج قيادات، الذي يقدمه المعهد ضمن البرامج الوطنية لتطوير القيادات الحكومية. إذا ما كانت عند القائد قيم حقيقية اللي هي الكور فاليوز، ما راح يقدر يغير ويطور في واقع عمله، لأن اللي حوله بيشوف أن القيم عنده فيها إشكالية، فيها نقص. فتطوير القيم عند القائد خليناها إحنا جزئية رئيسية في تطوير القيادات في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. يا رب يقدرنا أن إحنا نقدر نوصل معاهم إلى بالفعل أن يكون عندنا تطوير على جميع الخدمات والسياسات والعمل اللي نقدمه حق المواطن. وترتبط القيم المؤسسية التي يسعى المعهد لترسيخها بشكل محوري بالقيم الوطنية التي تعمل مبادرة بحريننا على ترسيخها في المجتمع البحريني، كونها مستندة من دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشكل في مجملها المرتكزات الوطنية لمملكة البحرين. معهد الإدارة العامة هم إحدى شركاء الخطة الوطنية. طبعا خطة بحريننا والخطة الوطنية هي مركزة على محورين: تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. اليوم من ضمن الطرح اللي قدمونه معهد الإدارة العامة ودكتور رائد بن شمس منظومة القيم على المستوى الوطني وعلى المستوى المؤسسي وعلى المستوى الشخصي. دور القيم طبعا محوري في المؤسسات اللي احنا نعمل فيها، وتأثيرها جدا كبير على المجتمع. احنا كنا كقيادات نتطلع ان احنا ننقل هذه القيم اللي نعمل على اساسها، بحيث ان احنا ننقلها حق الموظفين على اساس يكون سير العمل على اكمل وجه واكفأ جهد. وتعد القيم المؤسسية الأساس الذي يبنى عليه الطموح المؤسسي، الذي هو انعكاس لطموح المواطنين في رفع جودة وكفاءة الخدمات والمشاريع الحكومية التي ترتقي بمملكة البحرين ومكانتها الإقليمية والعالمية، كما أن الرؤية المستقبلية لواقع المملكة وإنجازاتها على كافة الأصعدة تنبثق من القيم المؤسسية التي يعمل الجميع على تحقيقها، انطلاقا من الحرص على تحقيق التكامل بين العمل الحكومي وتطلعات المواطنين. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تدشين خدمة الدعم المالي الحكومي على موقع البوابة الوطنية، والتي تمكن المواطنين المستحقين للدعم من الاطلاع على أنواع الدعم وكشوفات موعد صرف المستحقات المالية لهم من قبل الجهات الحكومية المعنية، ذلك بطريقة سهلة وميسرة وبصورة إلكترونية.
ويأتي ترشين هذه الخدمة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين المستحقين للدعم للاطلاع على تفاصيل مبالغ الدعم بشكل أكبر عبر موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، تعزيزا للشفافية واختصارا للإجراءات، حيث تعد هذه الخدمة الأولى على مستوى المنطقة. استضاف المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع واللجنة العلمية الدولية لتراث العمارة الطينية معرضا تحت عنوان تراث العمارة الطينية في الدول العربية. نظم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع واللجنة العلمية الدولية لتراث العمارة الطينية معرضا تحت عنوان تراث العمارة الطينية في الدول العربية، إذ يسلط هذا المعرض الضوء على ماهية التراث الطيني لتعريف المجتمعات وأصحاب القرار بهذا التراث الاستثنائي وأهميته وحمايته. ساعدنا اليوم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في استضافة معرض التراث الطيني بالوطن العربي بالتعاون مع منظمة إيكوموس الدولية. هذه المنظمة المختصة بالحفاظ على التراث الثقافي، واليوم طبعا بوجود تمثيل لمنظمة اليونسكو، منظمة إكروم، منظمة اليونسكو ومنظمات عديدة طبعا تعمل بهذا المجال وتعمل على الحفاظ وصون التراث الثقافي بالوطن العربي. وهذا هو دور المركز، هنا يعمل بمملكة البحرين ويقوم بالعديد من الأنشطة مثل الدورات التدريبية والمؤتمرات، واليوم نستضيف هذا المعرض المهم الذي سلط الضوء على جانب طبعا مخفي بعض الأحيان هو جانب التراث الطيني لكن هو معروف بالوطن العربي. المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على هذا التراث الفريد وضرورة تقديره وحمايته بالعمل مع شبكة خبراء مهتمين بتراث العمارة الطينية، إذ يجمع المعرض صورا من خبراء ومتطوعين لمواقع تمثل هذا التراث لدراسة ماهية العمارة الطينية بالمنطقة العربية بشكل خاص، وذلك بأن أول المباني الطينية التي وجدت في العالم كانت في بلدة عربية. ضمن قائمة التراث العالمي عالمياً أكثر من 150 موقع يعتبر تراث طيني لأنه مبني جزئياً أو كلياً بالطين. مع ذلك فيه كثير من المواقع وبالأخص في منطقتنا العربية غير يعني محمية بشكل يعني لائق وغير مثمنة وغير معرفة على أنها تراث يصلح لكي يدرج على قائمة التراث العالمي. بهذا المعرض حاولنا مع اللجنة العلمية الدولية للعمارة المبنية بالطين العمل على رفع الوعي والعمل مع شبكة خبراء مهتمين بهذا التراث لكي نوعي الرأي العام وأصحاب القرار وكل الفئات من المجتمع لنحمي هذا التراث ولنعطيه صورة دولية أكثر. تمثل العمارة الطينية تعبيرا رمزيا عن القدرة البشرية على إيجاد بيئة مبنية من الموارد المتوفرة محليا، إلا أن هذا التراث الثقافي تهدده حاليا مختلف أنواع المخاطر والعوامل المؤثرة كالتغير المناخي والتدهور الشديد بفعل الإهمال وفقدان تقنيات ومهارات البناء التقليدية مع مر العصور. عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعه العاشر لدلع الانعقاد الثاني من الفترة الخامسة لعمل المجالس البلدية، حيث ناقش المجلس التوصية الواردة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني بشأن خطط تهدف لتوفير مواقف للسيارات بشكل يتلائم مع زيادة لأعداد السيارات بمحافظة المحرق وعموم محافظات مملكة البحرين. ودعا الوزير أعضاء المجلس البلدي بمحافظة المحرق لتحديد المواقع المقترحة وتسليمها للوزارة لتقوم بدراسة إمكانية استملاكها ومدى إمكانية تحويلها لمواقف سيارات. كما وناقش المجلس الرد حول موضوع زيادة عدد صهاريج الصرف الصحي المخصصة للمحافظة، إذ أكد مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن نصيب المحافظة من مناقصة صهاريج الصرف الصحي يبلغ 20 صهريجاً. هذا وقدم مقترح يقضي بتسريع هدم عمارات الإسكان القديمة في مجمع 221 وذلك لخلو أغلبها من ساكنيها ما يجعلها عرضة لإساءة الاستخدام وتتجمع فيها الحشرات والقوارض. ووافق المجلس في نهاية الاجتماع على مقترح يقضي بإسقاط الرسوم البلدية عن أصحاب فرشات سوق المحرق المركزي عن فترة ما قبل افتتاح السوق.
أكدت وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح بأنه سيتم تخصيص 40 فرشة في السوق المركزي بالمنامة للمزارعين البحرينيين تكون منصة لهم لتسويق منتجاتهم. إذا تم تخصيص موقع الفرشات بالسوق المركزي بالتنسيق مع المعنيين في أمانة العاصمة والشروع في توزيعه على المزارعين المسجلين في وكالة الزراعة والثروة البحرية في أقرب فرصة ممكنة وبحسب الإجراءات المتبعة. وأكد أبو الفتح أن الوكالة تولي دعم المزارعين في تسويق منتجاتهم أهمية قصوى، لافتا في هذا الصدد إلى أن سوق المزارعين البحرينيين النباتية يشكل محطة مهمة تتيح للمزارعين عرض منتجات مزارعهم إلى جانب سوق المزارعين دائم في هرة عالي. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. المعهد السعودي البحرين للمكفوفين يقيم حفلة تدشين مسارات خاصة بالمكفوفين. تطلق هيئة البحرين للسياحة والمعارض نسخة الخامسة من مهرجان البحرين للطعام، وذلك على فترتين، الأولى من تاريخ 20 من شهر فبراير إلى 29 من شهر فبراير، والثانية اعتبارا من 5 من شهر مارس وحتى 14 من مارس في خليج البحرين، حيث يأتي ذلك تماشيا مع رؤية الهيئة الساعية إلى إثراء القطاع السياحي عن طريق تنظيم باقة من المبادرات السياحية المتنوعة والتي من شأنها أن تعزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية للاستمتاع بالطهي وتناول الطعام. هذا وسيحتضن مهرجان الطعام كل فترة حوالي 100 مطعم، مما يجعل مجموع المشاركين بالمهرجان أكثر من 200 مطعم يقدم أشهر الأطعمة والمأكولات العالمية، بالإضافة إلى القرية التراثية والتي تتوفر بها المأكولات الشعبية ومحطات طهي حية. أقام نادي روتاري المنامة مؤتمرا صحفيا في مركز مرجان سبيس في حديقة الأندلس بالعاصمة المنامة، وذلك للإعلان عن تفاصيل الفعالية السنوية الخيرية لكرة القدم الثلاثية والتي يشارك فيها 15 فريقا في أجواء تنافسية وعائلية مليئة بالمرح، إذ تقام البطولة بهدف جمع تبرعات لدعم مختلف الأعمال الخيرية والإنسانية في المملكة. هذا يحرص النادي على تنظيم الفعالية بشكل سنوي والتي من المزمع تساهم في جمع حوالي 15,000 دينار بحريني تخصص لدعم مجموعة من القضايا الإنسانية والجمعيات الخيرية في البحرين، ومنها دور رعاية الأيتام والأرامل وجمعية العناية بمرضى السرطان وذوي الهمم وغيرها من المؤسسات الخيرية والصحية والاجتماعية. ومن المقرر إقامة بطولة كرة القدم الثلاثية على ملاعب نادي البحرين للرجبي بمنطقة سار في تاريخ 20 من شهر مارس 2020. أقام المعهد السعودي البحريني للمكفوفين حفلة تدشين مسارات خاصة بالمكفوفين، حيث يأتي المشروع ضمن جهود متنوعة يقوم بها المعهد السعودي البحريني، حيث أن المسارات الأرضية شملت جميع ممرات المعهد وهي عبارة عن خطوط طولية بارزة يسهل على الكفيف أو ضعيف البصر تمييزها أثناء المشي، وتعمل كمرشد لحركة المكفوفين وضعاف البصر أثناء المشي. كما توجد نقاط تحذيرية عند أي تقاطع أو انتهاء للمسار بصورة بارزة لتنبيه الأشخاص المكفوفين بوصولهم لتلك النقاط أو مفترقات المسار وإشعارهم بتغير الاتجاه باستخدام العصا البيضاء الخاصة بالمكفوفين. لكي لا يكون تدريبهم أيضا على استخدام أو مبادرة جميلة إنسانية حضارية تدل على تحضر. ولحالة الطقس في محافظات مملكة البحرين.
ونتابع في السادسة غدا. الأمانة العامة لجائزة رئيس الخدمة الإنسانية تعلن عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة في دورتها الخامسة. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.